السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الأطباء في كل مكان. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم ومنتشر جدا ومليان مغالطات، وأتمنى توصلوا لأقصى استفادة ممكنة منه إن شاء الله. موضوعنا عن الأسايتس في الليفر ديزيز، وأنا هنا أقصد في مريض تليف كبد تحديدا. العادي اللي عنده أسايتس بنتعامل معاه إزاي؟ اولا يعني ايه اسايتس؟ زي ما انت عارف يعني فلويد اكيوميليشن ان ذا بريتونيال كافيتي. لاحظ انه بيكون السبب هو البورتال هايبرتنشن، يعني ارتفاع ضغط الوريد الباب الكبدي. طب في الطبيعي هو بيكون كام بقى؟ من 5 ل 10 ملي متر مركوري. عشان تكون ميه في البطن انت محتاج الضغط ده يعدي 12 غالبا 12 ملي متر مركوري. الباثولوجي بيبدا بالبورتال هايبرتنشن اللي بينتج عنه فتح شونتس بين البورتال وبين السيستميك سيركيوليشن. ده معناه ان البكتيريا اللي في الامعاء مش هتروح للكبد، ده هتلاقي طريقها للقلب مباشرة، بنسميها بكتيريا ترانسلوكيشن فروم انتستنس. المفروض ان الكبد هنا كان بيفلتر الدم ده قبل ما يرجع الدم ده للقلب. اصبح الريتيكولو اندوثيليال سيستم اكتيفيتي اللي هي الري اس اكتيفيتي واقع. كل ده معناه بكتيريا في الدم اندوتوكسيميا اللي بتحفز تصنيع فازو دايليتور سبستنسز زي النيتريك اوكسايد وزي البروستاجلاندينز الفازو دايليتور، اللي بتعمل فازو دايليتيشن اوف سيستميك اند سبلانكميك سيركيوليشنز. وضيف عليها كمان ان الكبد هو في اسوأ حالاته مش بيعرف يكسرها كمان، فقاعدة في الدم. ده يحفز ثلاث حاجات على الترتيب. حاجة الاولانية رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وده بيزود الالدوستيرون وبالتالي يعمل سولت اند ووتر ريتينشن في الاول، وده يخلينا نعمل سولت ريستريكشن كعلاج اساسي، ثم ان احنا نستخدم السبينولاكتون كاول خط علاجي في المدرات للبول في حالات الاسايتس. بعد كده السيمباثيتك نيرفوس سيستم بيحصل له اكتيفيشن، وده بيحاول يعلي السيستميك فاسكولار ريزيستنس، يعني من الاخر بيحاول يعلي الضغط عشان يرستور جود بيرفيوجن والدم يروح للانسجه كويس. ومن هنا يكمن صعوبه استخدام البيتا بلوكرز لو عيان فاريسيال، لانه كمان العيان ده لما ياخد بيتا بلوكر انت كده بتعاكس الميكانيزم بتاع السيمباثيتك وبتوادي هتوطي الضغط. هتقول لي ايه المشكله؟ هقول لك حالا. لاحظ هنا ان الانجيوتنسين طول ما هو عالي الكلى بتحمي نفسها بانترارينال بروستاجلاندينز، ركز في دي هنحتاجها كمان شويه. واخيرا الاي دي اتش هرمون بيعمل ووتر ريتينشن فينتج عنه دايليوشنال هايبوناتريميا اللي ممكن توصلنا ان احنا في الاواخر نعمل ووتر ريستريكشن. المحصله النهائيه ايه يا سيدي؟ سولت اند ووتر ريتينشن واسايتس. هيجي العيان بايه؟ انت عارف بيجي ببطنه منفوخه في الاول، لو استنى شويه يبدا ينهج نتيجه ضغط الاسايتس على البيس بتاع اللنج. لاحظ انه بيعمل ديزنيا بس مش هايبوكسي. الهايبوكسيا في عيون الليفر تعني هيباتو بالمونري سندروم، خد بالك ودي كلام تاني ان شاء الله. اما العيان لو مع الانتفاخ بطنه وجعته وبقت تندر سواء بقى كان سخن او لا، هنا هتشك في سبونتينيوس بكتيريال بريتونيتس، وبرضه مش هتكلم عنها هنا بس جاست از ا كومبليكيشن. ازاي نعالج العيان؟ هي دي النقطه الاهم. اولا عند الفرنجة نو الكحول، يعني يبطل كحول حتى لو ما كانتش هي السبب التليف، يعني مش الكحولي سيروزس لانها تكون هي برضو سبب التدهور بنسبة كبيرة جدا. ثانيا في مجموعة من الادوية خد بالك منها او حاول تتجنبها تماما في العينين دول. اولا الايس والبيتا بلوكرز، ودي ادوية ضغط، والبيتا بلوكرز البروبلانولول من ادوية الفيروسز، الاتنين بيوقعوا الضغط وده يعمل تدهور في العيان، لدرجة ان الدراسات بتقول ان السيرفايفل بيقل 20%. تخيل لو المين ارتيريال بريشر وصل ل 82 ملي متر مركوري او اقل، ولذلك الرقم ده مهم جدا جدا. وخدها قاعدة سيروزس كيورز هايبرتنشن، فغالبا مريض الضغط مسبقا اللي عنده تليف كبد وضايع تماما هنوقفه. لو انت علاج الضغط يا دكتور هنوقفه لو كان المين ارتيريال بريشر وصل ل 82 او اقل، لازم كل ادوية الضغط تقف تماما. المين ارتيريال بريشر بيساوي الدايستوليك بلاد بريشر ناقص تلت السيستوليك ناقص الدايستوليك بلاد بريشر. السيستوليك ناقص الدايستوليك دول على بعضهم اسمهم البلس بريشر، يعني ممكن تسميها دايستوليك بلاد بريشر ناقص ناقص تلت البلس بريشر. كذلك المسكنات زي الان سيدز بتمنع تكوين البروستاجلاندينز جوه الكلى، وده معناه ان انت بتشيل الفازودايليتور ميكانيزم اللي الكلى بتحمي بيه نفسها من السيمباثيتك نيرفوس سيستم والانجيوتنسين افكت على الرينال ارتري اللي قلناه من شويه. ده معناه ان العيان من جرعه واحده ممكن يخش منك في رينال امبيرمنت، الحكايه وظيفيه بحته ملهاش علاقه بالاورجانيك فانكشن. ثالثا والاهم، قلل الملح ل 2 جرام في اليوم. هنقلله ازاي؟ خد التلات معلومات دول. الاولانيه اعرف ان معلقه الشاي الصغيره حضرتك بتعادل 2.3 جرام ملح. ثانيا ما تحطش ملح على الاكل، يعني وانت بتعمله ما تحطش ملح، امال دوقه
وبعد ما تدوقه تايتريت، يعني حط ملح وشوف كده الطعم عامل ازاي. في بعض البهارات بتخلي طعم الاكل حلو ما فيهاش ملح، ممكن تستخدمها مكان الملح وتدي طعم للاكل. ثالثا، بلاش الفاست فود تماما، مليان املاح. ولو كان لابد خليك في الخضروات والفاكهه. ولو هتجيب اكل معلب، بص على علبه بره واعرف الملح فيها قد ايه عشان تعرف حدودك قد ايه من الاكل ده. رابعا، قلل الفلويدز للتر في اليوم، ميه وسوائل كله على بعضه لتر في اليوم اخرك. هنا بقى المشكله بتاعتنا في الموضوع ده التانيه او الكبيره. انت عشان تعملها على بلاطة محتاج يكون صوديوم العيان اقل من 120، الدايليشن الهايبوناتريميا الصوديوم يكون اقل من 120، غير كده العيان هيشرب مية عادي. المشكلة بقى ان العيان لما بيشوف بطنه كبيرة او انت بتشوفه كده تقوله امنع المية، فالعيان يمنعها تماما عشان خاطر بطنه ما تكبرش. فايه اللي يحصل؟ تلاقي العيان داخل في هايبوفوليميا، ضغطه يقع، يخش في فشل كلوي من لا شيء بسبب نصيحة غلط. وخد بالك معظم العيانين عشان يوصلوا ال 120 ده اصلا ده بيكون نادرا في عيان الكبد، فغالبا مش هنمنعه اصلا من الميه. فمن فضلك الميه ضروريه لعيان الكبد والاستسقاء، مش سبب ابدا الاستسقاء دي انك تمنعه عن الميه ابدا. خامسا بقى، افرض كل اللي فات مش نافع، طبعا هنعمل دايوريتكس. احنا يوجوالي بنرتبها الكحول ولايف ستايل وبعد كده السولت ريستريكشن وبعد كده الدايوريتكس رقم 3، وبعد الدايوريتكس بنعمل الباراسيمتيز بقى ومين والووتر ريستريكشن. تعال نتكلم عن الدايوتكس. الدايوتكس في العادي انك بتبدا الاسبايرونولاكتون، اسمه في السوق الدكتون، بجرعه 100 ملي جرام. ده الفيرست لاين تريتمنت بتاعنا لو سالك في اي امتحان او في العادي، لكن احنا بنستخدمه غالبا هو والفروزيمايد سوا، وبجرعه 100 ملي جرام اسبايرونولاكتون ل 40 ملي جرام نازكس، اخرك 4 اضعاف كل واحد، يعني 400 ملي جرام الدكتون 160 ملي جرام نازكس. الجرعة دي يا فندم بتحافظ على البوتاسيوم في الدم ثابت، لان احنا في مريض الكبد لو البوتاسيوم بتاعه وقع العيان اوتوماتيك هيخش منك في غيبوبة كبد. انت بتعدل الجرعات بقى حسب انت عايز ايه. افرض البوتاسيوم بتاع العيان اصلا عالي، وقتها زود اللازكس وقلل الالدكتون عشان ارمي بوتاسيوم. بس كل ده عينك على البوتاسيوم، متى ظبط ارجع للايه للعادي. مهم كمان اقولك ان اللازكس اللي بنستخدمه في العيان ده اورال مش اي في. اشمعنى؟ اولا مفيش مبرر للاي في، لان الاورال ابزوربشن كويس في عيان الليفر. الادهى من كده ان الاي في بيوطي الضغط بسرعه، وزي ما قلنا توطي ضغط العيان الليفر تساوي فيري باد بروجنوزس، فاوعى تنسى. تابع العيان بقى بوزنه. لو العيان رجله مورمه اخرك تسحب من جسمه 2 لتر سائل، يعني حوالي 2 كيلو من وزنه ينزل. اما لو رجليه مش مورمه يعني مفيش لور ليمبي قديمه، فاخرك بيكون نص كيلو جرام من وزن العيان، يعني نص لتر، لان هما بيقولوا انه اكتر من كده العيان اكشوال هيكولابس، هيمو دايناميك كولابس. ده وانت بتعالج العيان بمين بقى؟ بالدايوريتكس. الجدير بالذكر، لازم توقف مدرات البول لو العيان عنده هيباتيك كوما، او العيان عنده هايبوناتريميا ديسبايت فلويد ريستريكشن، يعني اقل من 120 وبعمل ريستريكشن وبيتحسنش، او عنده رينال امبيرمنت وبالذات لو كان الكريت اكتر من 2 ملي جرام على الديسيليتر. كل الحاجات دي صريحه وقف معاها دايوريتك. ودي غلطه تانية مهمه جدا، لما جالك عيان غيبوبه كبد ومش على دايوريتك ما توقفهاش، دي مغالطه كبيره لازم تقف. افرض بقى العيان بطنه فعلا كبيره وعايز يشيل سائل اكتر، اعمل تابنج ممكن لحد 5 لتر وما تحتاجش البومين. لكن لو هتعمل اكتر من كده وعايز تشيل سائل اكتر من كده، هتدي من 6 ل 8 جرام البومين لكل لتر زياده هتشيله من العيان. ده معناه لو انك هتشيل كمان 5 لتر زياده، يعني توتال 10 لتر، فانت محتاج 30 ملي جرام البومين. لو انا هحسب على 6 ملي على 6 جرام، يعني 30 جرام البومين. ال 30 جرام دول تقريبا 3 ازايز البومين 100 ملي من تركيز 20%، لانه ال 20% 50 ملي دي ما بتديش 10 جرام، بتدي 5 جرام اقل، يعني نص. طبعا بقى وصلنا للاخر لمراحل صعبه. احسن حاجه زرع الكبد. الشنط ما هي الا تحصيل حاصل حقيقه، يعني من غيرها الوضع صعب. جربوا برضو بعض الادويه زي الاس جي ال تي 2 انهبيتورز بتاعه السكر في عيان بيكون مورم وكاردياك بيشنت، قالوا ان هي كويسه، وكذلك ان هم يدوا العيان كرونيك البيومين ثيرابي، طبعا ده اللي عنده امكانيات، لكن التكلفه تظل عائق عند اغلب الناس. ويعني كلام برضو تحصيل حاصل من غير زرع الكبد ملوش اي لازمه. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا. اتمنى تكون الرساله وصلت من الموضوع. مفيش عيان سيروتيك اسايتس وامنعه عن الميه، ادي حاجه.
عيان السيروزس لو عنده ضغط، اعرف ان السيروزس كل ما يتفاقم كل ما الضغط هيتحسن لوحده. سيروزس كيورز هايبرتنشن، وبلاش توطي ضغط العيان. ستيك تو جايد لاينز في الجايدنس من حيث اللايف ستايل، من حيث العلاج، من حيث الباراسنتيزيس جرعاتك، عشان تبقى فاهم كويس جدا جدا، لانه ممنوع ان البوتاسيوم بتاع العيان يقع في مريض كبد. هايبوكاليميا في عيان كبد تساوي هيباتيك كوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.